كيفكم أصدقائي؟ أنت اليوم مليت من قنوات النصب والاحتيال؟ أنت اليوم جربت قنوات كتير ولكن ما توفقت بهذا المجال؟ أنت اليوم دخلت قنوات كتير وعانيت من أصحاب هاي القنوات بصفقات اللي عم تقدمها يوميا عم بتكون أغلب خسارة، ولكن أصحاب القنوات بيقنعوك أنه الصفقة ربحت بصور قديمة ومزيفة لنفس الزوج، ولكن انت ما بتنتبه على وقت المنصة بهالصورة اللي بيقدمها صاحب القناة. انت اليوم عطول عم تطلع بخسارة بهذا المجال. انا بحب لك اني اليوم بقدم لك قنواتنا لحتى انت تتخلص من هاي القنوات. اليوم قنواتنا بتقدم لك دورة تعليمية اللي هي بتكون افضل من التوصيات اللي بنقدمها. ليش بتكون افضل من التوصيات؟ اليوم أنا عم أقدم لك دورة تعليمية إنك أنت تعتمد على حالك وما تأخذ من توصياتي، معناتها أنا بكون قلبي عليك. اليوم كتير قنوات ما بتعلم فريقة ولا بتجرن على شيء اسمه تعليم لحتى يضل يعني يضل الشخص تحت رحمة توصياتهم لحتى يطالعوا بخسارة ويكون المكسب الكبير للوكالة اللي هو عم يشتغل فيها. طبعا اليوم عنا قناة في بي اي بي، وعنا جروب رجال الأعمال، وعنا قناة التعليم اللي هي بعنوان تعلم التداول من الصفر. فيديوهات تعليمية بتبلش من أساسيات المتداول وصلنا فيها للدرس العاشر. فيديوهات طبعا بتوصل الفكرة لإلك مباشرة لحتى أنت تستوعب كيف تحلل على الشرط. اليوم في كورسات كتير بيقدموا لك إياها ولكن بتكون مدفوعة بآلاف الدولارات، بيقول لك هي دورة تعليمية وهي الكورسات بياخد حقها آلاف الدولارات. أنا اليوم بقدم لك إياها مجانا، ومن أفضل هي الكورسات اللي بيقدموا لك إياها كل فيديو ما يقارب 3-4 ساعات، أنت بتطلع من الفيديو ما أنك فهمان شيء. اليوم أنا بقدم لك فيديو بملخص 20 دقيقة من أساسيات التداول من الصفر حتى النهاية. إذا حابب تنضم معنا رح ناخد هلأ نحن فكرة عن قنواتنا والجروب والدورة التعليمية. يلا معنا اخواتي، هلا خلينا نحن نشوف هذا الشيء عملي. خلوكم معي، نحن رح نشوف نتائج هاي القناة. وطبعا شوفوا انتوا اليوم نحن شخصين اليوم قدموا جلسة ملصقات بالقناة، ومو بس اول يوم بيقدموها، اغلب الاحيان بينزلوا صفقات للفريق. شخصين اتعلموا من الدورة التعليمية، تخريج الدورة التعليمية اللي عم نقدمها. رح رحلكم لأول الجلسة وشوفوا على الصفقات الرهيبة اللي عم بيقدموها. هي أول الجلسة، هي أول صفقة، هذا اسم الزوج، الدخول دقيقة، صعود بافتتاح الشمعة الجديدة، وكانت النهاية هالصفقة هي. اليوم هدول الشخصين اتعلموا من الدورة التعليمية وشوفوا اليوم وين وصلوا بفضل رب العالمين وبفضل الدورة التعليمية. الصفقة اللي بعدها اللي قدموها هي هي على هذا الزوج، صعود دقيقة، وهي هي كانت النهاية. الصفقة اللي بعدها كانت على هذا الزوج دقيقة هبوط، وهي نتيجة رهيبة شباب. ممن كان بيقدم اليوم هيك صفقات؟ اليوم في كتير ناس تدعي ان ملوك تداول، اتحداها تقدم هيك صفقات من اثنين خريجين دورتنا التعليمية. خلينا نتابع نتائج القناة بالليستات اللي بنقدمها كل يوم. طبعا نحنا ممنوع عنا شيء اسمه خسارة يوميا، عنا شيء اسمه تعويض إذا اجت خسارة بالليستة. خلينا نطلع على الليستة. عنا مثل هاي الليستة، نحن بنقدم بهاي القناة يوميا خمس صفقات. مثل ما ملاحظين في أربعة، ليش في أربعة؟ كان في واحدة خسارة، طب كيف عوضتوها؟ ليش حذفتها يا عبدو؟ رح ألزلك وأقول لك ليش حذفتها. تم افتتاح جلسة تعويضية للصفقة اللي خسرت بالليستة، صفقتين. هاي أول واحدة مثل ما شايفين اجت ربح، وهي الثانية اجت ربح، وكانوا صفقتين ربح مباشر بدل الصفقة اللي انحسبت من ليستا. خلينا نطلع على الليستا اللي بعدها. لاحظ معي خمس صفقات ربح كامل، اغلبها مباشر. منروح على البعدها. هون في جلسة ملصقات، معناتها في عنا خسارة بالليستا ثلاثة، وعندك هون صفقة اللي هي هاي اربعة. الخامسة وينها؟ الخامسة انحسبت لأنه اجت خسارة، طب عوضتوها ولا لا؟ نعم نحن عوضناها. كيف؟ بافتتاح جلسة ملصقات مساء
هذا الزوج، هذا الاتجاه، وكان الربح هذا هو. الصفقة الثانية كان صفقة واحدة مقدمين الشباب هون مثل ما شايفين. منروح منشوف اللي استاء اللي قبله عنا هون مثل ما شايفين هذا الربح. خلينا ناخذ لمحة سريعة عنا هون هذا الربح. عباخدكم لمحة سريعة عن نتائج منقدمها بالقناة. لاحظوا معي، نحن عنا ممنوع شيء اسمه خسارة. نرجع نطلع نشوف ليستا غيرها. هاي ليستا مثل ما شايفين عنا خسارة هون. بننزل لتحت مثل ما شايفين، يعني نحن باليوم يا بيجي كله صافي ربح، يا اما عنا خسارة واحدة بالليستا ومنعوضها مساء. طيب اخذنا لمحة نحن عن قناة الفي بي اي بي اللي بيكون اقل ايداع فيها هو $50 مشان تحسن التابع معنا مثل ما شايفين التوصيات. خلينا ناخذ لمحة نحن هلأ على قناة جروب رجال الاعمال. خلينا ننتقل لهنيك. طبعا انا كنت عم بصور من حساب ماني رافع مشرف بالقناة. في كتير ناس تتساءل هلأ ليش عم يصور من هذا الحساب. هي حساب قدام عيونكم، انا مشرف بالقناة، القناة ملكنا. خلينا ننتقل على جروب رجال الاعمال. عنا هون جروب رجال الاعمال اقل ايداع للدخول عليه هو $150، لانه عدد صفقاته اكبر. لازم يكون عندك انت حساب يتحمل عدد هاي الصفقات. في ناس كتير بتطمع بيقول لك 10 صفقات انا لازم احط $150. نعم اخي الكريم، اليوم شف لي واحد طمع بهذا المجال حقق ربح. مستحيل. لازم تشتغل بإدارة رأس مال اللي عاطيك ياها هون. أنا بعطيك إدارة رأس مال تشتغل عليها، رح تطلع بربح يوميا معنا. لاحظوا معي، هاي صفقات جروب رجال الأعمال، صفقات رهيبة. ننتقل على اللي بعدها. لاحظ أخي الكريم على اللي بعدها، لاحظ النتائج. نحن منقدم نتائج خرافية يوميا بهذا الجروب. نشوف اللي بعدها. لاحظ أخي الكريم الصفقات. إذا أنت حابب تنضم معنا، كل ما عليك تتواصل على المعرفات اللي راح أترك لك إياها أسفل هذا الفيديو طبعا، وتتواصل معنا بنعطيك جميع التفاصيل إن شاء الله تعالى. أنا بترككم برعاية الله. طيب عزيزي أخي وأختي الكرام، خليني أعطيكم لمحة عن قناة التعليم. مثل ما شايفين قناة، رح نجهب لأول رسالة داخل القناة. خلوكم معي، هي أول رسالة، أول درس. اليوم كتير دورات تعليم تعطيك إدارة رأس مال بآخر الدورة التعليمية، ولكن المفترض يكون العكس. لازم يعطيك إدارة رأس مال بأول الدورة التعليمية حتى تبني أساسك عليها أنت وماشي. مثل ما شايفين فيديوهين بيحكوا عن إدارة رأس المال. بعدها بننتقل لموضوع جدا مهم، الشموع اليابانية. بعدها بننتقل نحن للقنوات السعرية مثل ما شايفين. هي قنوات السعرية بأشكالها. بعدها بننتقل لدرس جدا مهم اللي هو شمعة التأكيد. في كتير عندي بفريقي اليوم بياخذوا صفقات على شمعة التأكيد بكل بساطة مثل ما شايفين. بعدها نحن بننتقل على عنوان الترندات. طبعا حتى وصلنا اليوم للدرس العاشر اللي هو بعنوان تحديد المناطق الشراء والبيع باحتراف. ودورتنا ما انتهت، تتألف دورتنا من 50 درس، بتطلع منا انت محترف تداول ان شاء الله تعالى. اذا انت حابب تكون معنا، كل ما عليك تتواصل معنا ان شاء الله، بنعطيك جميع التفاصيل حتى تكون معنا وتتعلم انت التداول وتبطل تعتمد على توصيات الغير. بتمنى الكل يكون متعلم التداول.